السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاركم سعداء أيها الزملاء الكرام. أنا الآن مع المبوس الأزهري 300 سنن كاليجاجا الإسلامي الحكومي يوغيكارتا. برأيك يا المبعوث، أنا أريد أن أسأل سؤالا، كيف رأيك عن هذه الجامعة، يعني جامعة سنن كاليجاجا؟ جامعة طيبة وعظيمة وجميلة ونافعة، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يوسع عليها وأن ينفعنا بها دائما وأبدا إن شاء الله، وأن ينفع الله بها الإسلام والمسلمين دائما إن شاء الله. وأود أن أعطي لك خبر، يعني هذه الجامعة يعني أول الجامعة الإسلامية الحكومية بإندونيسيا. ما شاء الله، لي الشرف والفخر والعزة أن أدرس فيها وأن أعلم فيها، هذا شرف كبير لي. نعم ما شاء الله، وهذا شرف لنا لأن نتسلم المبعوث الأزهري ليدرس اللغة العربية بهذه الجامعة، يعني بكلية الآداب والعلوم الثقافية. مرة أخرى شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، كريم كثير. ولقد يعني أنت تسكن في هذه الدولة يعني أكثر من شهر، يعني شهر ونصف، كيف برأيك، يعني كيف رأيك لتأكل المأكولة الإندونيسية؟ المأكولات الإندونيسية لذيذة وصحية وجميلة ما شاء الله، لكنها حارة قليلا. ولكن أرجو منك أن تأكل وتجرب قليلا فقليلا المأكولة الإندونيسية، لكي هذه المأكولة مناسبة لك. نعم نعم، إن شاء الله إن شاء الله سوف نجرب الأرز الأبيض والدجاج المشوي وغير ذلك من الأكلات. أين الأحب عندك بين الدجاجة المشوية والدجاجة المقلية؟ أين الأحب؟ المشوية طبعا، الدجاج المشوي طبعا مفيد للصحة وللمعدة وللقولون. نعم ما شاء الله. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، مرة أخرى نلتقي في الحلقة الجديدة. سامباي جومبا. سامباي جومبا. السلام عليكم.